هاي اليوم شاي تمام هير. ساتر ساتر، بتروح على تروي؟ جبت اغراض على تروي ولا قلت لي تايلر؟ ما فيني اوفي اخيل الله، عم في غصب عني من القران. عم بعمل ايه؟ امبارح 12 نمت وحضرت موجز ال شو اسمه هذا الاو تي في، حتى الاو تي في ما عادش قدرت اتحمل لانه ضاين الانترو. عرفت كيف؟ ما بعرف شو صار لي امبارح مان. هلا اليوم فقت غصب من عن، يعني عن جد غصب من عني. فقت وصلت بنتي على المدرسه، انا راجع على الطريق قالت لي تاخذ الاغراض، اجى رحت جبته. بكون بزي شي هيك بالليل ووقف معقول كتير؟ هلا انا الشباب بيجوعوك؟ لا والله الحمد لله، بده وجع هو فيه انه وجع، بس انا امبارح النهار كان بدل هيك، بس تقعد وتقوم وتقوم وتقعد وتقعد وتقوم هيك، واخر شي بالليل كان اجوا 4 5 ايام بالليل انغطت هيك، بس حالك بتتعب. سوي هو تقص متعب يعني، عم بتنام عم بتفيق غصب عنه. هي الساعة كمان زلمة بتهد شو المفاصل. أنا أول سنة بحس بهالتعب هيك، تعب البرد، بس أخفش برد هالسنة مش عارفة تخلص. يعني ما عم تنزل، ما عم تطلع على 21 20 كتير. كل هالجمعة ما يمكن تطلع على 30 بس. الجمعة الجاية عم بقولوا 30 إن شاء الله. يعني سمعت هو يدوب التلج بتحمى شوي، هو كمان قد ما كان بتسقع الأرض. حتى بالليل عم بتفرز بالليل. هرمنا هرمنا. أنا أول سنة بشكي من البرد، عم بيت أعلى محمود. ايه؟ سؤال خليل، انا هون ضمي نص كم يعني كل الشكليه عادي، هالسنه عم بلبس كم طويل. عم بقول لك عم بلي والله تفاجات، انا قلت لمرتي اخر مره قصيت لها عن جد 6 اشهر، حسين اقسم بالله العظيم بيطول بيطول بالمره بالمره بالمره، عم بربط لهم بالشكل بعد زي ما هن. لفتت لي النظر امبارح هي، قلت لمرتي قصيت عن جد